شايفين شارع احمد عبيده، رجل احنا مشينا في طريق زراعي، دخلنا طوخ، وبعدين من طوخ جينا العمار عشان بعتولنا عشان نتكلم عن شاب عمل اثر كبير. هو مات سنه 74، لكن اثره مازال في القريه كبير جدا. خدوا اشعاره فجرني. أحمد عبيدة هو الرجل الذي أفقدته سلطة غاشمة عقله. يعني هو كان مجنون؟ لا، هو كان خريج كلية الأداب قسم إنجليزي، مواليد سنة 40، وكان ليه نشاط كبير، وكان قريب من شعراء كبار جدا، الأبنودي ونجم وأسماء قول زي ما أنت عايز وفؤاد قاعود وكله. وهو اللي أسس كتاب الغد، هو اللي أسس ده مع مجموعة من الشعراء، واشتغل في أكتر مكان مترجم، وكان بيعرف لغات، وعاش هنا في قرية العمار بس عشان يعلم الناس. فلما السلطة غضبت منه قوي ايام ما سمي بثوره التصحيح، فراحوا قابضين عليه. لحد كده ماشي الحال، ياما ناس قبض عليهم وخرجوا، مهما قبضت عليهم بيخرجوا. لكن ده لما خرج خدوا منه شنطه اشعاره، ففضل يروح مكاتب السلطه دي عشان ياخد الشنطه. بعتوه هنا يبعتوه هنا، صحابه يقولوا له اقعد يا احمد واكتب تاني، لكن هو مش قادر يتخلى عن اللي كتبه. تصوروا انه من كتر الحسره احمد عبيده حط كتبه اللي في البيت، كان بيته مليان كتب، القريه كلها بتقرا فيه. رجمع الكتب وحطها في حفره وحط شويه خشب ونام وأشعل النيران في كل هذه الأشياء، خشب، الكتب، جسده، وأشعل النيران ليعلن حاجات كتيرة جدا جدا. ومات فعلا. الكلام ده كان سنة 74، احنا النهاردة سنة 19، يعني فات بالظبط 45 سنة واحنا بنشتغل في باب الخلق. الشباب هنا بعتوا قالوا تعالى عشان تتكلم عن احمد عبيده. ده البيت اللي هو كان فيه، ده البيت اللي هو كان ساكن فيه. اظن هنا كمان حصلت الحريقه. ده بيته اللي كان عامله مناره ثقافيه لكل اهل القريه، قالوا كمان ايه، عامل فرق غنى، يعني يغنوا تراث فلاحي وشعبي هنا اهو. فالشارب لم يخضوض البعل، زيق من شحم، خط من فحم، هذا احد الفعلة في ردم البرك المتسعة. ضوء البلد حساماني رماني، والواد ورايا ورايا، وانا لا يفعل حوايا، وانا بنخل في الدقيق، والصدر يقول عقيق، رايح وجاي مال براكي تحت عفريت، بص الولد من فوق نفضت فيه العروق، اقطعي قطعي رقبته، اقطاعي قطع رقبته، كرشه معرش ومدلدل، ولا ما راح شرع شار على يومها ولا ليت، وكمان بيدس فيه شقانق ومقانق، ودي لوزه
ودي موزة ودي ايد مكة وايد طلعة ونازلة تنهش بقرة بقرونها. هذه لمة تمر ورطب، ذق وذوق من تحب، ثم لا تفشي عن الطعم المزيز، لا تظن أنني بياع حبات العزيز أو مربات خيار، حشوة التفاح نار، عد وبلغ زوجتي لا تنتظرني على الفطار، ولتقسم لقمتي ولتوزعها بأحجار صغار. أنا ما أشبعني لو أكلوا أكلي وناموا من كفوا تحت جدار، وإذا جاء خطيب للصغيرة كلها لا تنتظر، صار صار طيف طيف مر مر وعبر. يا عيون حبيبي يا عيون حبيبي أنا قلبي الحنون أرحم يا سيدي، خليه يختم جوده بنظرة رضا فيها الصفاء أرحم، بتعذبوني وعاوزني أنا أرحم أصل المحبة مودة وعاوزة حنية، والحب أخد وعطى الحب أخد وعطى وأشواق وحنية، إن غبت عني هلاقي فين حنية، اهون عليا انكوب نار الجحيم ارحم. الله عليك يا اسماعيل.